بالنسبة للطلبة اللي بتسأل على حل قانون كيرشوف في كتاب الامتحان، هو بيحمل بس هياخد وقت، عشان كده هتوصل لكم الأسئلة المقالية قبل منه، لكن إن شاء الله لما الاتنين يحملوا هرتبهم في قائمة حل كتاب الامتحان عشان يبقى كل حاجة مترتبة صح. طيب بالنسبة للطلبة اللي بتسأل على الأونلاين، بيقول لي إيه الموجود في محتوى الشرح؟ موجود في محتوى الشرح شرح المنهج، ضيف عليه حل كتاب الوسام وكتاب نيوتن، وفي واجبات يومية، وفي امتحان كل جمعة، ولو انت عندك سؤال بتبعته واجاوبك على الخاص. طيب بالنسبة للاشتراك، هتتواصل تليجرام من خلال التليفون 012-275-33781، بتترك رسالة لغاية ما يتم الرد عليك. تعالوا نبدأ بقى الأسئلة المقالية. السلام عليكم، إن شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان، احنا عند الأسئلة المقالية لقانون كيرشوف. السؤال الأول، اذكر المبدأ العلمي الذي بني عليه. قانون كيرشوف الأول مبني على مبدأ بقاء كمية الشحنة، يبقى هنقول هنا مبدأ ايه؟ بقاء الشحنة، ويعتبر قانون حفظ الشحنة، ده فكرته قانون حفظ الشحنة. تمام، قانون كيرشوف الثاني قانون حفظ الطاقة أو قانون بقاء الطاقة. تمام، تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال بيقول لك أنت عندك جزء من دايرة كهربية، احسب شدة التيار I2، تعال على البطارية دي نعمل سهم من السالب الموجب ونمشي في المسار ده وليكن مع البطارية، ونقول يساوي البطارية 30 فولت اتجاهها مع المسار، وهي البطارية الوحيدة، وعندك هنا السلكاية دي فيها مقاومة 2 ماشي فيها 3 أمبير واتجاهه معانا، يبقى 2 في 3 ب6، والسلكاية دي فيها مقاومة قيمتها 6 ماشي فيها I1 واتجاهه مع المسار، يبقى موجب 6 I1. سيب الستة I1 في مكانها، ودي الستة الناحية التانية بإشارة مخالفة، 30 شيل منها 6 يبقى 24، يبقى I1 بتساوي 24 على 6 فيها 4 أمبير، يبقى احنا كده عرفنا قيمة I1. تمام، طيب احنا عندنا التيار I2 داخل على العقدة دي، يبقى التيار داخل I2، وكمان التيار 3 داخل على العقدة، والمفروض ده يساوي التيار اللي خارج منها اللي هو I1 اللي احنا جبناه ب4، يبقى I2 هتساوي 4 شيل منها 3 1 أمبير، يبقى الإجابة هنا 1 أمبير. السؤال رقم 3، من الدائرة الموضحة عايز شدة التيار المار خلال المقاومة 3 أوم. طيب فين المقاومة 3 أهي، يبقى عايز تيار السلك الأوسط ده. تمام، طيب ما تيجي نخلص مجموعة التوازي دي، 18 مع 9 التوازي تخلصهم 6، 18 في 9، 18 زائد 9 ب6، الستة مع الستة على التوازي ناخد واحدة على عددهم 6 على 2 فيها 3، يبقى نشيل المجموعة دي ونكتب 3 أوم. وتعالوا بقى نفترض تيارات، أنا عندي العقدتين دول في بينهم 3 أسلاك، أدي سلكاية وأدي سلكاية تانية وأدي سلكاية تالتة. لو جينا إحنا هنا افترضنا إن ده تيار وهيخرج من هنا او هيعدي من الناحيه دي تيار وده تيار، هسمي ده I1 واسمي ده I2 وده I3. يبقى احنا عندنا دلوقتي تيار I2 داخل على العقده هيخرج منها I1 زائد I3. تعال نرتبها، يبقى I1 نودي لها دي الناحيه دي، يبقى ناقص I2 زائد I3 بيساوي 0. تعال على البطارية دي سهم السالب الموجب، والبطارية دي سهم السالب الموجب، ونمشي في الإطار ده ونفترض في هذا الاتجاه، ونقول يساوي البطارية دي معانا تجاب الموجب، والبطارية دي معانا تجاب الموجب، عندك السلكية دي فيها مقاومات كتير، هات كل المقاومات اللي عليها بالجمع 3 و5 8 و2 10، ولو كان في مقاومة داخلية كنت جمعتها، بس هنا مفيش مقاومة داخلية، يبقى 3 و5 8 و2 10، 10 ماشي فيهم I2 واتجاهه معانا، يبقى 10 I2. السلكية دي فيها مقاومة 3 ماشي فيها I3 واتجاهه معانا، يبقى موجب 3 I3. تعال رتب، مفيش I1 نحفظ مكانها بصفر I1 زائد 10 I2 زائد 3 I3 بتساوي 5 و7 12. تعال على البطارية دي نعمل سهم من السالب الموجب ونمشي في الإطار ده ونفترض مع البطارية الكبيرة، ونقول 2 مسار 2 يساوي البطارية دي معانا تجاب الموجب، والبطارية دي مش معانا تجاب السالب، وبعدين عندنا السلكية دي فيها أكتر من مقاومة، نجمع المقاومات السلك الواحد 9 و1 10 ماشي فيها I1 مش معانا، يبقى سالب 10 I1. السلكية دي فيها مقاومة 3 ماشي فيها I3 واتجاهه معانا، يبقى موجب 3 I3. يبقى نكتب هنا سالب 10 I1، مفيش I2 أحفظ مكانها بصفر I2، وبعدين زائد 3 I3
كل ده بيساوي 7 شيل منها 3 4، هيطلع معاك قيمة اي واحد بواحد بسالب 1/10، قيمة اي 2 تطلع ب9/10، قيمة اي 3 هي اللي تهمني هتطلع بقيمة 1 أمبير، لان هي دي اللي ماشية في الفرع الاوسط. يبقى احنا عندنا هنا التيار هيطلع بقيمته 1 أمبير. تعال نشوف هنتعامل ازاي مع السؤال اللي جاي. شكل مقابل يمثل دايرة كهربية، احسب القوة الدافعة الكهربية ببتر البطارية مع اهمال مقاومتها الداخلية. طيب احنا عندنا كده التيار الكلي، التيار الكلي اللي خارج من البطارية قيمته 4 أمبير اهو، هيجي يجزأ هنا 3 ويعدي هنا الباقي الأربعة اللي هو 1 أمبير. يبقى انا عرفت التيار ماشي هنا 1 أمبير وده اتجاهه. هيجي 1 أمبير مع ال1 أمبير يتجمع ويمشي هنا 2 أمبير. تمام. طيب انا كل ده ليه يهمني؟ يهمني تيار السلك ده وتيار السلك ده. عارف ليه؟ عشان هاجي على البطاريه دي اعمل سهم سالب موجب وامشي في الاطار ده ونقول يساوي. ماشي، البطاريه اتجاهها معانا، يبقى الفي باتري بتساوي، احنا عايزين نعرف قيمتها. فلو انا مشيت في المسار ده، خدت بالك؟ هقول ايه بقى؟ السلكيه دي ما فيهاش مقاومات فمش هنده عليها. السلكيه دي فيها مقاومه 5، ماشي فيها تيار قيمته 1 واتجاهه مع المسار، يبقى 5 في 1 ب5. والسلكيه دي فيها مقاومه 5، ماشي فيها تيار قيمته 2 واتجاهه مع المسار، يبقى موجب 2 في 5 ب10، يبقى البطاريه هنا ب15 فولت. هي دي الاجابه الصحيحه. سؤال رقم 5 في الدائره الكهربائيه المقابله، بيقول لك قراءه الاميتر اي 1 1 امبير والمقاومه الداخليه للبطاريه مهمله، عايز النسبه بين قراءتي الاميترين اي 2 واي 3. طيب ايه رايك نتعامل مع المسار ده الاول؟ مع المسار ده هنيجي نعمل على البطاريه دي سهم سالب موجب والبطاريه دي سهم سالب موجب، خلي بالك البطاريتين دول عكس بعض، ونمشي في الاتجاه ده. وخلي بالك كده احنا نمشي في الاطار الخارجي، ملناش دعوه بالمقاومه في النص، في الاطار الخارجي. تمام، هنقول عندي بطاريات، ايوه، يبقى يساوي البطاريه 55 اتجاهها مع المسار فتتجاب الموجب، والبطاريه 25 اتجاهها مش مع المسار فتتجاب السالب. عندك السلكايه دي، السلكايه دي فيها مقاومه قيمتها 20، طبعا السلكيه بتحسب من العقد للعقد، في هنا سلكيه بين عقد للعقد بس مش عليها مقاومات، وفي هنا سلكيه بين عقد للعقد بس مش عليها مقاومات. نمسك السلكيه دي فيها مقاومه قيمتها 20، ماشي فيها اي 2 واتجاهه مع اتجاه المسار، يبقى 20 اي 2. وفي هنا سلكيه فيها مقاومه بقيمه 10 اوم، ماشي فيها تيار قيمته 1 امبير واتجاهه، بص احنا ماشيين ازاي، اتجاهه مش معانا فيجاب بالسالب، يبقى انت عندك سالب اي 1 سالب 10 اي 1. المقاومه هنا، المقاومه في السلكيه دي قيمتها 10، ماشي فيها اي 1 واتجاهه مش معانا، يبقى انت عندك هنا سالب 10 اي 1. تمام. طيب ما انت عندك اي 1 ب1 امبير، يبقى ده سالب 10 بس، سالب 10. طيب ماشي، 55 شيل منها 25 ب30، دي سالب 10 وديها الناحيه الثانيه تبقى باشاره موجبه، تبقى 10 هتساوي 20 اي 2. 30 و10 40 بتساوي 20 اي 2، يبقى انت عندك اي 2 40 على ال 20 فيها ال 2 2 امبير، يبقى دي كده اي 2. عايزين نجيب اي 3، تعالى على المسار اللي تحت ده كده، هنمشي في الاطار ده تمام، ونقول عليه المسار رقم 2، هيساوي البطاريات، البطاريه 55 اتجاهها معانا والبطاريه 25 اتجاهها مش معانا، يبقى سالب 25. السلكيه من عقده لعقده دي ما فيهاش مقاومات مش هندي عليها، والسلكيه دي من العقده لعقده ما فيهاش مقاومات، هي السلكيه دي بس فيها مقاومه 6، ماشي فيها اي 3 واتجاهه معانا، يبقى موجب 6 اي 3. دي كده 30 بتساوي 6 اي 3، يبقى الاي 3 بتساوي 30 على 6 فيها ال 5 امبير. تعالى نقسم اي 2 على اي 3، يبقى 2 على 5، يبقى النسبه دي قيمتها كام؟ 2 على 5. السؤال رقم 6 في الدائره الكهربائيه المقابله، اثبت ان في 1 على في 2 بتساوي نص. تمام. طيب الدائره دي ممكن اتلخبط منها بسبب وجود الفولتميتر. الفولتميتر المثالي بتبقى مقاومته لا نهائيه، ما بيسحبش تيار، وبالتالي اقدر ازيله من الدائره من غير ما ياثر على تكوينها. فانا هشيل الفولتميتر في 1 وما انساش انه وكان موجود هنا، وهشيل في 2 ومش هنسى برضو ان هو كان محوط على المقاومه دي. واجي ابص كده هلاقي انت عندك عقدتين، ما بين العقدتين في 3 اسلاك. شايف السلكيه اللي فوق فيها بطاريه موجوده بنفس الرسمه دي ونفس القيمه، وفي الفرع اللي فوق في مقاومه ار، وبرده الفرع السفلي فيه ار، يعني الفرع العلوي والفرع السفلي متشابهين تماما. فبالتالي لو انا افترضت ان التيار ده جاي من القطب الموجب بقيمه اي،
اكيد ده التيار كمان جاي من القطب الموجب بقيمة اي، وبالتالي التيارات دي هتتجمع هنا وتصب في المقاومة دي بقيمة 2 اي. طيب لو انا حبيت اجيب الفولتميتر في واحد على في اتنين، مش فولتميتر في واحد هيقرا اي في الار، طب والفولتميتر في اتنين هيقرا التيار اللي بيمشي هنا اللي هو 2 اي في ار، 2 اي في ار، يبقى دي هترمع دي ويبقى الناتج نص. يبقى احنا كده اثبتنا ان في واحد على في اتنين بتساوي نص. سؤال رقم 7، شكل مقابل يوضح جزء من دايرة كهربية، فإذا كان فرق الجهد بين النقطتين X و Y 16 فولت، احسب شدة التيار I. خلي بالك التيار I ده التيار الكلي، لو أنا قدرت أجيب I واحد وأجيب I اتنين هجمعهم يبقى معايا ال I. طيب أجيب I واحد إزاي؟ إيه رأيك ما نوصل الفولتميتر بين X و Y فعلا، ويبقى عندنا اتجاه من X ل Y، ونقول إن قراءته عبارة عن 16 فولت، ونيجي هنا عند المسار ده نعمل سهم على البطارية ونمشي في الإطار ده، ولنفترض هنقول يساوي البطاريات هنا هي واحدة وقيمتها 9 واتجاهها معانا، السلكية اللي فوق فيها أكتر من مقاومة، فيها 3 وكمان نص، يبقى 3.5 ماشي فيهم تيار قيمته أي واحد واتجاهه مش مع المسار، يبقى سالب 3.5 أي واحد. والسلكية اللي تحت فيها فولتميتر قيمته 16، منطقة فرق جهد واتجاهها معانا، يبقى زائد 16، ودي 3.5 أي واحد الناحية دي، وهنا 16 جيب لها 9 بإشارة مخالفة، يبقى الناتج هيبقى 7. 16 شيل منها 9 يبقى الناتج 7. يبقى انت عندك هنا 3.5 دي اي واحد، يبقى الاي واحد بتساوي 7 على 3.5 فيها الاتنين امبير، يبقى التيار اللي فوق قيمته 2 امبير. تعالى نفس اللي عملناه فوق هنعمله تحت، هنيجي على البطارية نعمل سهم سالب الموجب ونمشي في الاطار ده، ولنفترض ونسميه الاطار 2، ونقول يساوي عندنا بطارية واحدة، البطارية دي احنا ماشيين كده، البطارية دي اتجاهها مع المسار فتتجاب بالموجب، السلكية تحت فيها مقاومات اكتر من مقاومة، في 4 وهنا جنبها 1 يبقى 5، 5 ماشي فيهم اي 2 واتجاهه مش مع المسار، يبقى سالب 5 اي 2 ماشي. والسلكية اللي فوق فيها فولتميتر، الفولتميتر دون قراءته 16 واتجاهه مع اتجاه المسار، يبقى زائد 16. هات الخمسة اي اتنين الناحية دي وودي 6، يبقى 16 شيل منها دي هيبقى سالب 16، دي هيبقى سالب 16، لان اتجاهها هي اتجاهها مع المسار مش مع، طب استنى كده، لا تبع المسار، يبقى زائد 16. طيب يبقى احنا هن هنا نسيب 16 في مكانها، ادي خمسة اي اتنين جت الناحية دي، نودي لها 6 بإشارة مخالفة، يبقى انت عندك هنا بالنسبة للقيمة خمسة اي اتنين اهي، خمسة اي اتنين هساوي 16 شيل منها 6 يبقى 10، يبقى اي 2 بيساوي 10 على 5 فيها الاثنين. ما تيجي تقسم او تجمع التيارين بقى عشان تقول اي توتال بتساوي اي 1 زائد اي 2، 2 زائد 2 تبقى 4 امبير، فقيمه التيار هيبقى 4 امبير. سؤال رقم 8، في الدائره الكهربيه المقابله اذا كانت المقاومه الداخليه للبطاريه مهمله، احسب قراءه الفولتميتر واحسب القوه الدفع الكهربيه للبطاريه في بدر. طيب احنا اول حاجه هنشيل الفولتميتر من الدائره، وبعدين نحاول نجيب المجاهيل، وبعد كده نوصل الفولتميتر ونشوف قراءته ايه. انا شلت الفولتميتر، اتفقنا ان الفولتميتر جهاز لو اتشال من الدايره مش هيأثر عليها، وبالتالي انا عندي هنا تيار، ممكن لو مشيت في المسار ده اجيب تيار اي واحد، يعني على البطاريه دي سهم سالب الموجب، ونمشي في الاطار ده ونفترض مع اتجاه البطاريه ونقول يساوي عندك هنا بطاريات هي واحده 40 واتجاهها معاك، السلكيه دي فيها مقاومة قيمتها 10 ماشي فيها 1 أمبير واتجاهه مع اتجاه المسار، يبقى 10 في 1 ب10. السلكية دي فيها مقاومة بقيمة 20 ماشي فيها أي 1 واتجاهه مع المسار، يبقى موجب 20 أي 1. سيب 20 أي 1 في مكانها، ودي ال 10 الناحية التانية، يبقى 40 شيل منها 20 تبقى 30، يبقى أي 1 بتساوي 3 على 2 بتساوي 1.5 أمبير، يبقى أي 1 1.5 أمبير. ده معناه إيه؟ ده معناه إن كان التيار داخل هنا 1، والتيار داخل هنا نص امبير، لازم يكون نص امبير عشان النص والواحد يتجمعوا يعملوا لنا الواحد ونص اللي فيه المقاومه 20. طيب ما احنا كده نقدر نجيب من المسار ده الفي باتري، نعمل على البطاريه دي سهم السالب الموجب ونمشي في الاطار ده ونسميه 2. هنقول يساوي عندك بطاريات هي واحده الفي باتري واتجاهها معانا، طيب السلكيه دي فيها مقاومه 5 ماشي فيها نص امبير واتجاهه مع المسار، يبقى نص في 5 ب2.5، والسلكية دي فيها مقاومة 20 ماشي فيها 1.5 أمبير واتجاهه معانا، يبقى أنت عندك هنا 20 في 1.5 يبقى 30،
يبقى البطارية عندك هنا ب 32.5 فولت. ده مين؟ قيمة البي باتري. طب عايزين نجيب قراءة الفولتميتر، هنيجي بقى نوصل الفولتميتر هنا ونمشي في المسار ده ونبدأ نجيب قراءة الفولتميتر، وهنقول إن يساوي، مفيش في الإطار ده بطاريات، يبقى صفر يساوي. السلكية دي فيها مقاومة قيمتها 10، ماشي فيها 1، يبقى 10 في 1 ب10. السلكية دي فيها مقاومة 5، ماشي فيها 0.5 أمبير، واتجاهه مش مع اتجاه المسار، يبقى -2.5. والسلكية اللي فوق فيها الفولتميتر اتجاهه مش معانا، يبقى -V. نودي الفي هنا قراءة الفولتميتر ونقول 10 شيل منها 2.5، يبقى الناتج 7.5 فولت. هتبقى دي قراءة الفولتميتر. سؤال رقم 9، في الدائرة الكهربية المقابلة اوجد النسبة بين في باتري 1 إلى في باتري 2. تمام، هنيجي على البطارية دي نعمل سهم السالب الموجب، وعلى البطارية دي سهم السالب الموجب. بس خدت بالك إن هنا التيار قيمته أي؟ اي دي رايحة للنقطة اكس، وكمان هنا التيار رايح للنقطة اكس، هيتجمعوا هنا ويعدوا الناحية دي 2 اي. يبقى الاي جاي من الناحية دي اهي، وادي كمان اي، يتجمعوا عند النقطة اكس ويمشوا هنا 2 اي. طيب تمام، تعالوا نمشي في المسار العلوي ده، نسميه مثلا مسار 1، ونقول يساوي، هي بطارية واحدة واتجاهها معانا، يبقى في باتري 1. السلكية اللي فوق اللي هي تحسب من العقدة واي للعقدة اكس، هتلاقي فيها مقاومتين ار وار 2 ار، ماشي فيهم تيار قيمته اي واتجاهه معانا، يبقى 2 اي في ار. والسلكه دي فيها مقاومه ار ماشي فيها تيار قيمته 2 اي واتجاهه معانا، يبقى زائد 2 اي في ار. يبقى في باتري 1 هتساوي 4 اي ار. تمام، ادي كده جهزنا البسط. نروح بقى هنا عند المسار ده ونمشي في هذا الاتجاه ونقول يساوي، ما فيش بطاريات غير دي واتجاهها معانا، يبقى في باتري 2. السلكية دي فيها مقاومة R ماشي فيها تيار قيمته I واتجاهه معانا، يبقى I في R. السلكية دي فيها مقاومة قيمتها R ماشي فيها تيار بقيمة 2 I واتجاهه معانا، يبقى موجب 2 I في R. يبقى الفي باتري 2 بتساوي 3 I في R. تمام، طب ما تيجي نقسم في باتري 1 على في باتري 2، يبقى 4 I R على 3 I R، دي هتطير مع دي، يبقى 4 على 3، يبقى هنا النسبة هتبقى عبارة عن 4 على 3. سؤال رقم 10، من الدائرة المقابلة احسب شدة التيار المار في المقاومة 12. تمام، يعني عايز يحسب I3. طيب انا دلوقتي عندي كام سلك؟ 4 اسلاك. ايه حكاية I4 دي؟ طب ما تيجي نشوف كده الموضوع. تعالى نعمل على البطارية دي سهم السالب الموجب، وهنا على البطارية سهم السالب الموجب، ونمشي في الاطار ده الاول ونمشي في هذا الاتجاه، فنقول البطارية دي معانا فتتجاب الموجب. يبقى البطارية دي هتكون معانا فتتجاب الموجب، ادي 6، والبطارية يبقى في واحدة معانا في واحدة مش معانا، يبقى -6 هتساوي، السلكية دي فاضية ما فيهاش مقاومات، والسلكية دي فاضية، السلكية دي فيها مقاومات، مقاومة 10 ماشي فيها I4 واتجاهه معانا، يبقى 10 I4. 6 ناقص 6 بتساوي 0. 0 ليه بقى؟ 0 ليه؟ علشان العشرة بصفر، عشان مقاومة 10 دي بصفر؟ لا، ده العشرة ليها قيمة، هي صفر عشان I4 هي اللي بصفر. يبقى احنا هنقول عندنا I4 بصفر، يبقى تيار 4 بزيرو. طيب هو مش طالبه، بس احنا نقدر نستغنى عن السلك ده، نشيل السلك ده من الدايرة لان مش بيسحب تيار، وبالتالي هتبقى دايرتنا عبارة عن عقدتين بس في بينهم 3 اسلاك بتلات تيارات، وتبقى المسألة التقليدية بتاعتنا. فنيجي عند العقدة دي نكون معادلة من القانون الأول، نقول التيار الداخل I3 هيساوي التيارات الخارجة I2 خارج من العقدة و I1 بيساوي I1 زائد I2. تعال نرتبها هنا، هنقول I1 جنبها I2 نودلهم I3، يبقى سالب I3 بيساوي 0. تمام، تعال بنشوف على البطارية دي سهم سالب موجب، وعلى البطارية دي سهم سالب موجب، ونمشي في المثلث ده كده ونفترض مع اتجاه البطارية ونقول يساوي، عندك هنا بطارية واحدة واتجاهها مع المسار، يبقى 6 تساوي. السلكية دي كده من العقدة للعقدة، اهي السلكية دي عبارة عن مقاومة 3 ماشي فيها تيار بقيمة I2 واتجاهه معانا، يبقى احنا هنقول 3 I2. والسلكية دي فيها مقاومة 12 ماشي فيها I3 واتجاهه مع المسار، يبقى موجب 12 I3. تعال رتب، مش معانا I1 يبقى 0 I1 زائد 3 I2 زائد 12 I3، كل ده بيساوي 6.
تعالى عند المثلث ده نعمل مثلث بداخله ونمشي نقول في هذا الاتجاه هيساوي هنا في بطاريات، ايوه البطارية 6 واتجاهها معانا. السلكية دي اللي هي بتحسب من العقدة للعقدة، السلكية دي فيها مقاومة 3 ماشي فيها اي 1 واتجاهه معانا يبقى 3 اي 1، والسلكية دي فيها مقاومة 12 ماشي فيها تيار قيمته اي 3 واتجاهه معانا يبقى موجب 12 اي 3. يبقى احنا هنقول هنا 3 اي 1 زائد 0 اي 2 لان اي 2 مش موجودة زائد 12 اي 3 كل ده بيساوي 6. هنستخدم الآلة الحاسبة هنلاقي اي 1 ب 22 من 100 واي 2 ب 22 من 100 هتبقى اي 3 ب 44 من 100 وهو كان طالب اي 4 اي 3 اللي هي ماشية في المقاومة 12 اوم. سؤال رقم 11 في الدائرة الكهربية المقابلة اوجد قراءة كل من الاميتر والفولتاميتر. تمام، طيب ايه رأيك نشيل الفولتاميتر من الدايرة لغاية ما نجيب قراءة الاميتر الاول ونشوف الدايرة شكلها ايه. دي طلعت شكل الدايرة. طيب لو جيت هنا عند النقطة دي سميتها ايه والنقطة دي سميتها بي، وخد بالك من السلكية دي اللي بين الاي والبي هتلاقي نفسك عديت على سلك فيه وبعدين سالب البطارية وبعدين الموجب، البطارية قيمتها 2 قيمتها الداخلية 1 اوم ورحت عند النقطة بي. ولو عديت من السكة دي هتلاقي برضو نفس الكلام، عديت على بطارية بالسالب الاول بعدين موجب والبطارية 2 فولت ومقاومتها الداخلية 1 اوم وبعدين وصلت للموجب. اللي انا عايز اقوله ان السلك ده متشابه تماما مع السلك ده في كل حاجة في المقاومات وفي الفي باتري. فلو انا افترضت ان تيار دون اي يبقى اكيد ده زيه اي، وبالتالي التيارات هنا هتتجمع وتصب في المقاومة 2 بقيمة 2 اي. لو انا مشيت في المسار ده اقدر احسب قيمة الاي اللي هي قراءة الاميتر. هنعمل البطارية دي سهم بسالب الموجب وبعدين نعمل مثلث جوه المثلث ونمشي في المسار ده ونفترض المسار رقم 1. طيب هنقول يساوي عندك بطاريات، ايوه البطارية 2 واتجاهها معانا، السلكية دي من العقدة للعقدة فيها مقاومات، ايوه المقاومة الداخلية للبطارية 1 ماشي فيها تيار قيمته اي واتجاهه معانا يبقى 1 في اي باي، والسلكية دي فيها مقاومة قيمتها 2 ماشي فيها تيار قيمته 2 اي واتجاهه مع المسار يبقى 2 اي في 2 يبقى ب 4 اي، يبقى الاثنين هتساوي 5 اي. فاقدر اجيب اي اللي هي قراءة الاميتر اللي هي اي اميتر عبارة عن بعيد على القريب 2 على الخمسة فيها 4 من 10 امبير. وبكده احنا جبنا المطلوب الاول اللي هو قراءة مين الاميتر. طيب عايزين قراءة الفولتميتر، هنجيب بقى الفولتميتر نرجعه تاني في الدايرة ونمشي في المسار ده ولنفترض ده هنسميه مسار 2 ونقول يساوي في بطاريات هي البطارية واحدة واتجاهها مع المسار 2 تساوي السلكية دي فيها مقاومة 1 ماشي فيها التيار اللي هو قيمته اي واتجاهه معانا. طبعا لما احنا نحسب ان التيار ده 4 من 10 يبقى ده كمان زيه 4 من 10 ويبقى التيار ده 8 من 10 امبير. احنا عايزين التيار ده، يبقى هنقول هنا في مقاومة 1 ماشي فيها تيار قيمته 4 من 10 واتجاهه مع اتجاه المسار، وبالتالي هنقول 4 من 10 في 1 ب 4 من 10. والفولتميتر عليه سهم، السهم بتاع الفولتميتر اهو مع المسار، يبقى احنا هنقول زائد الفي، يبقى الفي سيبها في مكانها وادي الاربعة من عشرة الناحية التانية يبقى 2 شيل من 4 من عشرة يبقى الناتج 1.6 من عشرة فولت. طبعا هنا لما بقول التيار اللي ماشي اي على اساس ان دي مش عقدة توصيلة الفولتميتر، الفولتميتر ما بيسحبش تيار فما زال دي تابعة للتانية دي او للفة بتاعة السلك ده. سؤال رقم 12 في الدائرة الكهربية المقابلة اذا كانت شدة التيار متساوية خلال كل من البطاريتين يعني هنا اي وهنا اي وتساوي اي اوجد النسبة بين قيمة المقاومتين ار 1 لار 2. طيب ما التيار اي ده والتيار اي ده متجهين عند العقدة دي هيتجمعوا يبقوا 2 اي يعدوا في المقاومة ار 1 بقيمة 2 اي. طيب ما نيجي نعمل على البطارية دي سهم بسالب الموجب وكمان البطارية دي سهم بسالب الموجب ونمشي في الاطار ده ونقول يساوي عندك بطاريات، ايوه البطارية 10 واتجاهها معانا يبقى ال 10 بالموجب، السلكية دي فيها مقاومة ار 1 ماشي فيها تيار بقيمة اي واتجاهه معانا يبقى اي في ار 1، والسلكية دي فيها مقاومة ار 1 برضو ماشي فيها تيار بس بقيمة 2 اي واتجاهه مع المسار يبقى موجب 2 اي في ار 1. يبقى انت عندك ال 10 بتساوي اي ار 1 و 2 اي ار 1 يبقوا 3 اي ار 1. يبقى ال ار 1 نجهز البسط بيساوي البعيد على القريب يعني 10 على 3 اي. خلي دي كده دماغ المعادله الاولى. نيجي هنا عند المسار ده نعمل مستطيل
ونمشي ونفترض مع اتجاه البطارية المسار ده هنسميه 2 وده كده 1، هنقول يساوي البطارية دي اتجاهها مع المسار اتجاه بالموجب. السلكية دي فيها مقاومة R1 ماشي فيها تيار بقيمة 2I واتجاهه معانا يبقى 2I في R1. السلكية دي فيها مقاومة بقيمة R2 ماشي فيها تيار بقيمة I1 واتجاهه معانا يبقى موجب I في R2. تمام، ادي الـ20 وادي الـ2 وادي الـI. هشيل الـR1 وعوض عنها بالقيمة اللي انا حصلت عليها يعني 10 على 3I زائد الـI في R2، I في R2. طيب ادي الـ20 وادي الـI هتطير مع الـI يبقى انت عندك هنا 20 على 3 زائد IR2. عايزين IR2 في طرف، نودي دي الناحية دي يبقى 20 شيل منها 20 على 3، 20 شيل منها 20 على 3 تبقى 40 على 3 بتساوي IR2. عايزين المقام اللي هو R2 هيساوي الطرف المتصل اللي هو 40 على الطرف اللي هو في مجهول اللي هو 3I. يبقى احنا دلوقتي عندنا الR2 حصلت عليها اللي هي قيمتها هتبقى 40 على 3I، واسمي المعادلة دي 2. تعال نقسم R1 على R2. R1 افكرك انها 10 على 3I، 10 على 3I، بدل ما اقسم هضرب واقلب المقام بسط والبسط مقام، يعني هنا 3I وهنا ال 40، فدي تروح مع دي والصفر مع الصفر يبقى النسبة 1 لـ4، يبقى النسبة هنا 1 لـ4. سؤال رقم 13 من الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل وباستخدام قانوني كيرشوف احسب الجهد الكهربي عند النقطة A. عشان نعرف جهد نقطة في دايرة لازم يكون في الدايرة دي نقطة معلومة الجهد، طبعا النقطة دي، فأنا ممكن أسمي النقطة دي واي، تمام، ودي كده جهدها بصفر أداة متوصلة بالأرض. فلو جبت أجيب فرق الجهد من A لحد واي، فرق الجهد من A لحد واي تجاه التيار أهو، هيبقى عبارة عن في A ناقص في واي. طب ما في واي بصفر يبقى مش لازم اكتبها. يبقى انا لو جبت فرق الجهد بين A وواي هيبقى هو جهد النقطة A. طب عشان اجيب فرق الجهد بين A وواي عايز اقول I في R. طيب ما الـ I 3 في الـ R اللي هي 2، طب I 3 قيمتها كام؟ يبقى هي دي الفكرة، دي فكرة الحل، ان انا عايز اوجد I 3، و I 3 ما هياش المجهول الوحيد، في كمان I 1 و I 2. اذا ان انا هتعامل بثلاث معادلات اجيب فيها الثلاث تيارات، واللي يهمني اي 3 هجيب اي 3 اضربه في الاثنين يبقى ده جهد النقطه A. طيب تعالوا بقى نبدا نحل. هنيجي عند النقطه دي ونجيب المعادله الاولى، هنقول مجموع التيارات الداخله بتساوي مجموع التيار الخارج، يعني اي 1 يبقى اي 1 داخل على العقده، ادي اي 1 وكمان اي 2 هيساوي اي 3. تعالى نرتب المعادله دي، يبقى احنا هنقول اي 1 وجنبها اي 2 زي ما هي، هودي لهم الاي 3 يبقى سالب اي 3 بتساوي 0. عايزين معادله كمان، فهنيجي هنا عند البطاريه دي نعمل سهم من سالب الموجب، والبطاريه دي سهم من سالب الموجب، والمسار هو محدده، احنا بس هنكتره اهو، المسار هو محدده، عايز المسار عكس عقارب الساعه. فهنقول يساوي البطاريات، في بطاريتين، البطاريه 7 اتجاهها مع المسار، فتجاب دي مش دي قيمتها كام؟ لا دي بطاريه 10.5، بس عشان الكلام قريب، البطاريه 10.5 اتجاهها مع المسار يبقى موجب 10.5. البطاريه الثانيه سهمها مش معانا فتجاب بالسالب يبقى سالب 7 هيساوي. السلكايه دي فيها مقاومه 5، لا خلي بالك ومقاومه داخليه كمان، هتجمع المقاومه الداخليه مع الخمسه يبقى 1 و5 6، 6 ماشي فيهم اي 1 واتجاهه معانا يبقى موجب 6 اي 1. والسلكيه دي فيها مقاومتين، الأربعة والمقاومه الداخليه للبطاريه اللي هي 1 اوم، هتجمعهم على سلك واحد يبقى 4 و1 5 ماشي فيهم اي 2 واتجاهه مع المسار. لا 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 مش مع المسار، بص كده احنا السهم بتاعنا فين؟ السهم اهو وسهمهم اهو، يبقى هو ضد المسار يبقى هيبقى بالسالب، يبقى احنا عندنا سالب، احنا قلنا هنا 1 و4 5، 5 اي 2. طيب تمام، تعال نرتبها، هنقول 6 اي 1 وبعدين سالب 5 اي 2، مش موجودة اي 3 فاحفظ مكانها بصفر اي 3، بيساوي 10.5 شيل منها 7 يبقى 3.5. ناقص لنا معادلة ونخلص، فممكن نروح للمسار اللي جنبينا ده وهو كمان محدد الاتجاه المسار، بس احنا كل ما في الموضوع ان احنا هنكتر الاسهم بس، لكن ماشيين زي ما هو فرضوا علينا. هنقول يساوي البطاريات هي واحدة اللي هي 7 واتجاهها مع المسار تجاه بالموجب. السلكية دي فيها مقاومة 4 وفي كمان مقاومة داخلية 1 يعني 5،
ماشي فيهم تيار قيمته اي 2 واتجاهه معانا يبقى 5 اي 2. والسلكه دي فيها مقاومتين اهم 2 و1 3 3 ماشي فيها اي 3 واتجاهه معانا. خلي بالك الاتصال بالارض ده مش عقده ولا حاجه، ده كده المسار متصل كانه ثاني سلك. يبقى احنا بس كل المعلومه ان دي جهدها بصفر. يبقى احنا قلنا عندنا 3 ماشي فيها اي 3 واتجاهه معانا يبقى موجب 3 اي 3. تعال نرتبها، هيبقى انت عندك مش عندك اي 1 فتحفظ مكانها بصفر اي 1 زائد 5 اي 2 زائد 3 اي 3، كل ده بيساوي 7. هنحاول بقى نستخدم الآلة الحاسبة، هتطلع اي 1 بواحد امبير، اي 2 بنص امبير، اي 3 بواحد ونص امبير. انا يهمني اي 3 عشان نجيب جهد النقطة ايه. قلنا جهد النقطة ايه عبارة عن فرق الجهد بين A و Y، يعني هيبقى I في R، فواحد ونص في 2 هيبقى 3 فولت، هي دي الإجابة جهد النقطة ايه. سؤال رقم 14، في الدائرة المقابلة احسب شدة التيار المار في البطارية 10 فولت. طبعا المشكلة ان السلكية اللي عليها البطارية 10 فولت مفيهاش مقاومات، فبنيجي نحسب تيار على سلك بدون مقاومات بيمثل صعوبة شوية، ان انا هحتاج اعرف تيارات الاسلاك التانية. فلو جينا هنا عملنا على البطارية دي سهم سالب موجب ومشيت في المسار ده، المسار اللي من بره ده كده تمام، وقلت يساوي عندك بطارية أيوة اتجاهها مع المسار 10 تساوي، السلكية دي فاضية فاضية دي فاضية، دي بقى اللي فيها المقاومة وأكيد هيكون فيها تيار، فأنا هفترض ده اتجاه التيار، ولو مش طلع مظبوط هيطلع معانا بالسالب، طلع مظبوط هيطلع معانا بالموجب. ادي 2 اي، يبقى ال 10 دي بتساوي 2 اي، ومنها اقدر اجيب الاي، اي بيساوي 10 على 2 فيها ال 5 امبير، يبقى التيار ده كده جاي 5 وبالموجب يبقى هو اتجاهه صحيح. طيب تمام، ايه رايك نمشي في المسار ده من الخارج، يعني على البطاريه والمقاومه دي والبطاريه دي وبس. طب تعالى على البطاريه دي معمول اصلا عليها سهم سالب الموجب، وهنا سهم سالب الموجب تمام، وهنا هنفترض تيار هنعرف قيمته دلوقتي وده اتجاهه، ولو ما طلعش مظبوط هيبقى بالسالب وننتبه. طيب هنقول يساوي إيه، عندك البطاريه دي 10 اتجاهها مع المسار، والبطاريه 2 برضو اتجاهها مع المسار، فيتجمعوا 10 و2 هيبقوا 12. السلكية دي كده مفيش مقاومات، مفيش مقاومات، احنا ماشيين على الاطار الخارجي ده اهو كده، في هنا مقاومة 2 ماشي فيها تيار قيمته اي واتجاهه معانا يبقى 2 اي، يبقى الاي هنا بيساوي 12 على ال 2 فيها 6 امبير، يبقى التيار هنا قيمته 5 والتيار هنا قيمته 6 امبير، يوم الخمسة والستة يتوحدوا ويجي هنا 11 امبير. تمام تعال نجيب بقى تيار السلك ده، فنمشي في المسار النهون، هنمشي في المسار اللي باللون الاسود ده كده، وادي على البطاريه سهم سالب الموجب، وادي هنا في موجود سهم، هنقول يساوي البطاريه دي اتجاهها مع المسار والبطاريه دي اتجاهها مش مع المسار فيطرحوا، يبقى هتقول 10 شيل من 4 يبقى 6. السلكيه دي فاضيه فاضيه، دي بقى اللي فيها المقاومات 2 ماشي فيها تيار هنفترض قيمته اي واتجاهه الاسفل 2 اي واتجاهه يبقى مع المسار يبقى 2 اي، يبقى الاي بيساوي 6 على 2 فيها 3 امبير، يبقى ده كده قيمته 3 امبير. طب ما احنا اتفقنا ان التيار اللي جاي هنا 11 هيتجمع مع ال 3 ويعدي هنا 14 امبير، وبالتالي تيار البطاريه 10 هيبقى 14 امبير، وهتبقى هي دي الاجابه الصحيحه. سؤال 15، الشكل المقابل يوضح دائره كهربيه تحتوي على اعمده كهربيه متماثله ومهمله المقاومه الداخليه ومصابيح متماثله، فاي المصابيح تتوهج فتلته بشده اكبر، مين المصباح اللي ماشي فيه اكبر تيار؟ طيب تعالى كده نركز على البطارية دي، لو عملت عليها سهم سالب موجب والبطارية دي سهم سالب موجب، البطاريتين دول عكس بعض وفي نفس الوقت قد بعض في القيم، فالبطارية دي هتلاشي البطارية دي، يبقى دي كده هتمنع البطارية دي، وبالتالي كأن المسار ده كده هحذف منه البطاريات، ويبقى أنا مش عندي غير العقدة دي والعقدة دي، أدي واحد وأدي اتنين، ويبقى عندي بين واحد واتنين، عندي بين واحد واتنين في البطارية اللي هي في باتري وفي المصباح كي، المصباح كي تمام، يبقى خلصنا من الفرع ده، وبين واحد واتنين في المصباح اكس، وبين واحد واتنين في المصباحين اللي هما واي وزد، بس كده تمام. طيب هتعامل ازاي؟ هتعامل على ان خلاص بقى انا شد دي مع دي مش معايا غير بطارية واحدة، واتعامل بان ده ماشي فيه التيار الكلي، يبقى المصباح كي هيمشي فيه التيار الكلي، وبالتالي المصباح كي هيبقى اكبر اضاءه، الباور لكي هيبقى اكبر اضاءه، خلينا نقول باور
باور كي هيبقى اعلى اضاءه، وبعدين يجي التيار يتجزأ على الفرع ده والفرع ده. طيب انهي اعلى تيار؟ التيار اللي هيروح على فرع فيه مقاومه ار، ولا التيار يروح لفرع فيه مقاومه 2 ار؟ طبعا هنا التيار هيبقى اعلى عشان المقاومه اقل، فبالتالي هيبقى عندك بعد كده باور اكس هي ايه الاكبر. اخر حاجه الفرع ده هو باور زد. طب ما باور زد بيساوي باور واي، يبقى احنا كده رتبنا اضاءه المصابيح.